السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: وصادة صينية بين أمريكا والحوثيين، وإلى التفاصيل. قرعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين وصادة صينية مع اليمن، وكشفت مصادر دبلوماسية غربية كواليس اجتماع في السفارة الصينية بالسعودية ضم السفير الصيني ونظيره الأمريكي إلى جانب المبعوث الأمريكي في اليمن تيم ليندر كينغ. وأكدت المصادر طلب الدبلوماسيين الأمريكيين وصادة صينية مع من وصفتهم بالحوثيين، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي سلم السفير الصيني عرضا جديدا حول ملفي البحر الأحمر وشبكة التجسس الأمريكية في صنعاء. ولم توضح المصادر طبيعة العرض الأمريكي، لكن تقارير إعلامية كانت تحدثت في وقت سابق عن مساع أمريكية لإبرام صفقة جديدة مع الحوثيين تتضمن إعادة المركز إلى صنعاء وتشغيل اليمنية مقابل وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وإطلاق العملاء. وكانت الخارجية الأمريكية أفادت في وقت سابق بأن المبعوث الأمريكي إلى اليمن سينفذ جولة جديدة تشمل السعودية وسلطنة عمان، مؤكدة سعيه لمناقشة ملفي البحر الأحمر ومن وصفتهم بالموظفين الدبلوماسيين، في إشارة إلى عناصر الخلايا التابعة لها. واستبقت صنعاء الجولة الأمريكية التي تأتي بالتوازي مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات اليمنية السعودية في مسقط بتجديد تأكيدها استمرار عملياتها البحرية وربط وقفها بوقف الحرب على غزة. وتعاني الولايات المتحدة في البحر الأحمر مع فشل محاولاتها العسكرية لوقف العمليات اليمنية واتساع رقعة العمليات وصولا إلى المتوسط. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.